او شوية تيكتس بالجيرة. تيكتس هي الوحدة الرئيسية اللي بنبنى منها الجيرة، هي بتساعدني على تنظيم العمل. معنى اخر، التيكت هي عبارة عن مهمة لشخص معين، تمام؟ هلا بشكل افتراضي انا هون مثلا عملت مشروع، هذا المشروع بيتالف من مجموعة بطاقات رئيسية ومجموعة بطاقات فرعية. هلا انا اذا كبست على اي بطاقة من هاي البطاقات، خلينا بس على هي على سبيل المثال، في تفاصيل عندنا هون. هلا انا ما بفتح بالعادة تكون الشاشة هيك صغيرة، فانا رح اكبس عليها هيك وبفتح لي اياها بتاب ثاني، تمام؟ هلا هون على ايدي اليمين انا في مجموعه تعليمات من الجيرة ومجموعه توجيهات جدا مفيده، لازم الواحد يطلع عليها، بتساعدني كثير. هون في عندي انا اذا بدي اعدل اسم البطاقه على اسم المسار، بس بكبس عليه وبكبس زر الصح، هي الموضوع كلياته. هلا التاش هو لربط الملفات، اذا انا بضيف مثلا ملف صوره، بضيف ملف فيديو، طبعا في اكثر من طريقه. هلا مبدئيا رح نحكي عن الاتاش، بيخليك تربط اي ملف. هلا اد تشايلد ايشو احيانا بتكون نفس المهمه مثل ما حكينا. احنا مثلا على سبيل المثال الفريق تبعي او الشخص الفلاني، الشخص الف على سبيل المثال، عنده تاسك كبيره، هاي التاسك ممكن تاخذ معه اسبوع، تمام؟ هلا بس نحن اتفقنا بالتقرير اليومي تبعنا انه هو راح يجهز لي اياها ويكتب لي كل يوم جزء من هاي المهمه. فهون بيجي دور السب تاسك اللي هي تشايلد تاسك. مثلا تيست باك اند اي بي اي، في عندي اول شيء مثلا الكرييت مثلا تيست يوزينج بوستمان، هاي يوم مثلا. اليوم الثاني مثلا تيست يوزينج فلتر يونت تيستينج على سبيل المثال. فهي بتساعدني على تنظيم العمل بشكل اكثر. فانا ممكن اذا من البطاقه نفسها انا ممكن اعمل مهمات فرعيه بتساعدني على التقارير اليوميه تبعي. اللينك شو اللي هي عباره عن احيانا بتكون المهمه نفسها مرتبطه بمهمات ثانيه. مثلا تيست باك اند اي بي اي مرتبطه بشكل مباشر بالتشوز باك اند اي بي اي بمهمه ثانيه، فانا بس بعمل لينك شو على سبيل المثال، وهون بكتب مثلا شو هي رقمها او شو عنوان البطاقه الثانيه اللي هي تشوز تشوز باك اند اي بي اي، تمام؟ لينك، تمام؟ فانا بهيك حاله وانا عم بقرا على سبيل المثال لقيت انه هي مرتبطه معها، فممكن اخذ تفاصيل ثانيه. او احيانا حتى هون انا بالدسكربشن تبعها انه هي مثلا this ticket is related to choose back end ticket. فهلا انا هون اذا قريت رح تضيع شو هي الباك اند تيكت، فانا فورا بروح على القسم هذا وفيني اكبس عليها وبشوفها. طبعا هون في عندنا الديسكربشن اللي هو الديسكربشن هو لازم يكون كثير دقيق ويوصف بالتمام بالضبط شو هي هاي المهمه وليش هاي المهمه انعملت، تمام؟ فمعظم الاحيان المدير المشروع او الشخص اللي عم ينظم العمل هو اللي بيكتب الديسكربشن تبع هذا، بينما المطور هو بس بيقرا على الديسكربشن مشان يقدر يفهم اكثر. فلازم يكون الديسكربشن كثير واضح، ويفضل يكون مقسم لمجموعه تاسكات، لمجموعة مهمات، بيكون مرقم. حتى أنا فيني أعمل هون ضيف مثلا كود سنيبت على سبيل المثال، مثلا فرضا على سبيل المثال أعمل هيك برنت هلو وورد. طبعا هذا مثل الوورد العادي، مثل اي متصفح، ما راح احكي عن تفاصيل شلون تعمل الفوتو وكذا، هي كلها بنعرفها. حتى فيك تعمل جدول وكذا، هاي امور كلها واضحه، فيك تضيف صوره وهيك، ما راح احكي بهي التفاصيل لانه كلها بنعرفها ان شاء الله تعالى. هون ما في عندي شيء مهم، ادوبلينك ما عندي شيء، تمام؟ فهذا بالنسبه للقسم الاوسط. هلا هون ليش هذا القسم الكومنتس؟ هلا احيانا على سبيل المثال بدي اسال سؤال، او مثلا اثناء التطوير وقعت في مشكله معينه، فانا بدي اكتب كل شيء بخطر ببالي، كل شيء واجهته من الصعوبات بالنسبه لهي التيكت بكتبه هون، تمام؟ فانا اذا بدي اسال حدا مثلا هون بسال مثلا انه ادمن مثلا بدي اساله انه هاو تو دو ذيس تيكت مثلا، او ما انا واضحه او كذا، تمام؟ فهو مباشره بيوصلوا اشعار على الايميل انه في حدا وقت انا بعمل هاي الات، تمام؟ مباشرة بيوصلوا لهذا الشخص اشعار على الايميل انه في شخص فلان عم يسالك سؤال، فهذا كثير بيسهل العمل وبيسهل موضوع العمل، تمام؟ هلا بالنسبة هون عندي القسم اليميني، هذا القسم اليميني بيحدد هي البطاقة شو وضعها حاليا ولمين هي. هلا الشكل الافتراضي، الافتراضي بتكون بطاقة ما أنا مستند لأي شخص ما، بس أنا إذا بدي استند لشخص معين على سبيل المثال، فبس بكبس وبختار الشخص اللي بدي استند عليه، تمام؟ كمان متى ما تم الاسناد مباشرة بيوصلوا ايميل للشخص الثاني انه تمت عملية الاسناد لك هاي البطاقة. هلا هون هذا الزر كثير مهم، انا وقت اللي بدي بلش بهاي المهمة بشكل افتراضي بتكون هي تو دو، هلا انا بلشت فيها فبتصير هي ان بروجريس،
خلص منها هي الدن. هاي كثير بتساعد الشخص اللي عم ينظم معاه اللي يعرف شو صار في انجازات، هل نحن ملتزمين ما لنا ملتزمين، شو نسبه الانجاز بالنسبه للعمل. هاي جدا مهمه لازم نلتزم فيها. وقت انا بدي بلش هلا نحن بعدين رح اضيف انا مجموعه امور ثانيه اللي هي تيستينج وفينش تيستينج، هاي بعدين انا اضيفها. تمام. هلا هون في عندي انا restrictions، في عندي انه watch options اللي هي مثلا مين الاشخاص اللي ممكن يراقبوها مثلا على سبيل المثال. طبعا ما نضيف حدا هون على المشروع. فيني شاركة هون في عندي حتى add flag اللي هي مثلا ممكن بتصير بتساعدني على الفلترة. في عندي هون على سبيل المثال structure ما بتهمني كتير. change parent اذا بدي اغير مين هو الاب تبع هاي بطاقة كمان كتير مهم. موف هي امور تنظيميه بحته، انه انا بدي احرك البطاقه لمحل ثاني، بدي انسخها، بدي احذفها. الاكشنز منيو شو الخيارات اللي لازم تكون متاحه عندي هون. في عندي البرنت او اكسبورت وورد. هلا احيانا بدي اضطر اشتغل على هاي البطاقه فيها مجموعه تفاصيل كثيره، وانا ما دام الانترنت عندي متاح، ما دام بدي افتح الفي بي ان لحتى افتح الجيره، فيني اعملها ببساطه اكسبورت وورد، تتصدر هي والصور وكل شيء خاص فيها. تمام. فهذا كمان جدا مفيد بالنسبه لنا. تمام. فهذا كل شيء بالنسبه حاليا لازم نعرفه نحن على البطاقات. فالموضوع جدا بسيط. تمام. هلا انا كمطور على سبيل المثال بدي انا فوت على الجيره بدي اعرف شو عندي بطاقات. تمام. ففي عندي انا هون بالنسبه ماي وورك. تمام. انا بالنسبه هون بتظهر عندي اذا كبست على ماي وورك بيظهر عندي شو البطاقات المسنده الي كشخص. مستدعي لك شخص. فهذا كل شيء بالنسبة لموضوع البطاقات هلا حاليا يعني.